مرحبا، معكم سهى من سهى's dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير دجاجي محشي، وصفة منفكر فيها بكل الأعياد والمناسبات والعزايم، تراثية تقليدية قديمة مرتبطة كتير بطفولتنا وبذكرياتنا. هالوصفة مشهورة بكل العالم العربي، ما حدا ما بيعرف وصفة الدجاجي المحشي، حتى لو كنتوا ما بتحضروها بس على الأكيد بتعرفوها. تختلف الطريقة، تختلف الحشوة، بس كلنا متفقين على مبدأ واحد، إنه هالوصفة طيبة وشهية وكلنا منحبها. بهالفيديو رح تشوفوا طريقتي بتحضير الدجاجي المحشي. بتمنى تشتركوا بقناة سهى's dishes على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سهى's dishes، تابعوني على انستغرام. خلينا هلأ نشوف المكونات وطريقة التحضير. المكونات اللي بحتاجها الأساسية هي الدجاجة والحشوة. أنا عملت تحضير مسبق، نقعت الدجاجة بالملح والبهارات من امبارح، وكمان طبخت الحشوة من امبارح، هيك بيسهل علي الشغل وقت بدي أطبخ هالوصفة. حشوة الدجاجة موجودة على قناة سهى's dishes، بتشوفوا الفيديو، رح اترك الرابط بصندوق الوصف. انا هون حضرت نص كمية الوصفة، يعني ما حضرت 2 كوب من الرز، حضرت كوب واحد، لانه رح احشي دجاجة واحدة وهيدي الكمية بتكفي وبتزيد. فاذا عندي الحشوة جاهزة والدجاجة جاهزة. دجاجة وزنها 2 كيلو و350 جرام، يعني دجاجة كبيرة تعتبر. مسحتها بالمحارم، فركتها بزيت نباتي، ورشيت عليها ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة طعام من الملح. البهارات اللي زدتها واللي انتو شايفينها ومبينة، مجموعة من البهارات، عندي نص ملعقة صغيرة من كل نوع من هالبهارات، نص ملعقة صغيرة قرفة، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، كمون، 7 بهارات، وكمان البابريكا. هال5 أصناف، نص ملعقة صغيرة من كل نوع، بخلطهم مع بعض. وبعد ما رشيت الملح على الدجاجة، رشيت كمان البهارات، وزدت شوية زيت نباتي، لأنه الزيت النباتي بيساعدني على إنه وزع البهارات على الدجاجة وبيسهل الشغل علي. حطيتها بالبراد، عندي هون رف الشبك اللي انتو شايفينه والصينية، تركتهم بالبراد من امبارح، يعني الدجاجة مكشوفة مثل ما انتو شايفينها، والحشوة كمان جاهزة من امبارح. هلأ بس بدي بلش احشي الدجاجة، شلتهم من البراد وتركتهم هون بين 1.5 ساعة و2 ساعة. ينصح دايما بانه اي نوع من اللحوم بدنا نخبزه بالفرن او نشويه بالفرن، انه ما يكون بارد فورا من البراد، يعني يكون قريب لحرارة الغرفة، هيك بيستوي بوقت اسرع وبيكون الاستواء بالتساوي، ما بيكون مستوي الدجاج من برا ومن جوا بعده مش مستوي. فاذا الدجاجة عندي جاهزة والحشوة جاهزة، هلأ رح بلش بالحشي. بيجات الحشوة رح حط ملعقة كبيرة وانقل شوي من الحشوة على وعاء تاني، كمان بقلب الوعاء التاني عندي ملعقة. الملعقة الكبيرة اللي عبشيل فيها الرز من اول جات ما رح خليها تلامس الدجاج الني، حتى ما يصير فيه تلوث بالرز، لانه اذا ما احتجت كل هالكمية ناكلهم بعدين. فاذا هيدا الجاط بضل على جنب والملعقة نظيفة اللي بقلبه، وببلش احشي بهالجاط الصغير اللي حطيته هون جنبي. الدجاجة مثل ما انتو شايفين بيكون فيها فجوة هون، نقدر نحشي فيها فجوة جنب الاجر من اول ميلة ومن التانية، وكمان مندخل الحشوة ببطن. طبعا انا بقلب الدجاجة حطيت شوية ملح، ما كترت الملح والبهار، الكمية الاكبر كلها كانت بالمنطقة الخارجية للدجاجة. هلأ رح فوت على هالمساحة
هالفجوة اللي بشوفها جنب الإجر. شي ملعقتين ثلاثة من الرز. بدنا ننتبه إنه ما نكتر حشوة، لأنه إذا كترنا بتفتح الجلدة وبتطلع الحشوة لبرا. برجع كمان بحط هون بالميلة التانية شوية رز، وبعبي بطن الدجاجة، وبعدين رح خيط الفتحة من أولها لآخرها. وهيدي آخر ملعقة أخذت دجاجة الكمية اللي بحاجة لإلها. دايما بدكن تنتبهوا ما تكتروا الحشو كتير، أحسن ما الجلد كله يفتح بقلب الفرن ويطلع الرز لبرا. هلأ رح خيط هالفتحة، رح بلش خياطة من آخر الدجاجة وكمل لهون لفوق حتى تتسكر كل الفتحة. هيدي كمية الرز اللي بقيت اللي انتو شايفينها، يعني ما احتجت كل الكمية. رح اتركهم على جنب وبيتسخنوا بعدين ومنكلهم بعد ما نشوي الدجاجة. هيدي الطريقة بتخلي انه هيدا الرز يكون نظيف وما تلوث بأبدا بلحم الدجاج الني. هلأ حضرت إبرة وخيط قوي متين بآخر الدجاجة بشكل الخيط، وبعقده وببلش خياطة. عندي بس يعني مساحة واحدة للخياطة، مجرد انه نقطب نخيط بس هالفتحة الموجودة حتى تتسكر كلها وما يعود الرز مبين وما يطلع من الفرن. شايفين؟ بس هيدي الفتحة مجالها رح خيطها على الآخر. وهيدي آخر قطبة، خلص سكرنا الفتحة كلها. هيدي الدجاجة صارت محشية، هلأ بنربط لها إجريها. عندي خيط مخصوص لهالشي، خيط قوي، بربط أول إجر وبعقدها. عندي خيط قصير وخيط طويل. الخيط الطويل ببرمه على الإجرتين، بعدين بالخيط القصير نربط بهالشكل. طلع شوي طويل، نقصه. هلأ بعقد، شكل الدجاج بيطلع حلو وبتستوي بطريقة متساوية. صارت جاهزة لحتى انقلها على صينية الفرن. هلأ رح اعمل الخلطة للبطاطا والجزر. رح حط شوية بطاطا وجزر حول الدجاج المحشية بالصينية، هيك منزيد من الكمية لهالوجبة. حطيت بيجات كبير بهالميكسينج بول كبير، ملعقتين كبار من زيت الزيتون، ورح زيد عليهم ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة حبق ناشف يعني ريحان، إذا مش متوفر ممكن تستغنوا عنه، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة بابريكا. نزلهم على زيت الزيتون. رح زيد 4 حصوص ثوم مهروسين مع رشة ملح، ممكن ربع ملعقة صغيرة ملح، 3 كوب من عصير الحامض، عصير الليمون الحامض، وكوب 1 من مرقة الدجاج. مرقة الدجاج بحضرها دايما بالبيت. رح اترك الرابط كمان بصندوق الوصف اللي بيحب يشوف الطريقة. واذا مش متوفر لإلكن ممكن تستعملوا كوب من المي، المي العادية. هيدي التتبيلة للبطاطا والجزر. بخلطهم كتير منيح مع بعض، وبزيد البطاطا المقطعة شرائح سميكة، ما منقطعها شرائح رقيقة لأنه رح تبقى البطاطا وقت طويل بالفرن مع الدجاجة.
حطيت حوالي 750 جرام من البطاطا، جزرتين كبار 250 جرام من الجزر، بخلطهم بهالتتبيلة الطيبة الشهية، وكلهم بنزلهم حوالي دجاجة بصينية الفرن. حضرت الصينية اللي رح اشوي فيها الدجاجة، صينية كبيرة، المهم انها تساعد الدجاجة والخضرة. قطعت بصل كبيرة لأربع أقسام مثل كأنهن أربع دوائر، رح حطهن بوسط الصينية حتى الدجاجة تقعد عليهم، ناخد نكهة وطعمة. وهيك في حال لزقت شوي الدجاجة ما بتلزق بأرض الصينية. هلأ رح حط على البصل الدجاجة المحشية. نقلت الدجاجة وحطيتها على البصل. هلأ طرف الجانح نطويه ومنلفه لورا لتحت الرقبة. شكل الدجاجة كتير مرتب وحلو، الإجرين مربطين كأنها كتلة واحدة من اللحم. هلأ رح زيد حواليها الخضرة اللي نقعتها، وهيدي الصينية صارت جاهزة. الخطوة الأخيرة، دوبت ملعقتين كبار زبدة ورح امسح كل مساحة الدجاجة بشوية زبدة، تعطي احمرار ولون ذهبي للدجاج. بغطي كل الصينية بورقة ألومنيوم وبدخلها على الفرن. قبل ما غطيها بحب فرجيكم منظرها عن قريب، شكلها كتير بشهي. بتقدروا تزيدوا كمية الخضرة على الأكيد، بتنقصوا وبتزيدوا حسب ما بدكن من الخضرة، كتير بيلبق لها الخضرة جنبها. كما انتو شايفين بحمي الفرن قبل بعشر دقايق، يعني بتدخل على فرن حامي، هالشي بيعني انه حمينا الفرن قبل بعشر دقايق. رح تبقى بالفرن على الرف الوسط مش اقل من ساعتين، بس تستوي وتخلص نشوف التفاصيل. رح اكشفها وحمرها بالفرن، خبركن عن كل شي عملته. هلأ رح حضر جات سلطة حتى أقدمه مع الدجاجة المحشية. عندي نوعين من الخس، ورق الخس المشكل والخس العادي، كم ورقة من قلب الخسة. رح اخلط هالنوعين مع بعض، حطهم بجاط. هلا بتشوف المكونات الباقية اللي رح زيدها على الوجه. وهيدا جاط السلطة بأجمل منظر، بشهي. افوكادو، حبة افوكادو كبيرة، خيارة، نعنع، فجل، جزر، بصل اخضر، ملفوف احمر، جريب توميتوز، حبات صغيرة، ولا اجمل من هيك منظر. رح اغطي السلطة واتركها بالبراد لوقت التقديم. وهيدا المنظر النهائي للدجاجة المحشية. بنزل عليها من المرقة اللي بقيت بالصينية، اشهى منظر وأطيب طعمة. بنزل المرقة لأنه المرقة كتير طيبة على الخضرة وعلى الدجاجة. بقيت الدجاجة بالفرن ساعتين على الحرارة 350 مغطاية. بعد الساعتين شلت الغطا، مسحتها بزبدة، حطيت الفرن على البرويل حتى حمرها.
كنت بعد 5 دقايق عم سقيلها بالمرقة الموجودة بأرض الصينية. إذا شفتوا بهاللحظة إنه المرقة صارت كتير قليلة، ممكن تزيدوا نص كوب من مرقة الدجاج على أرض الصينية بالوقت اللي بتكون الدجاج فيه عم تتحمر. المرقة كتير طيبة كمان، ولا أشهى من هيك منظر. تزيين خفيف من دون مبالغة، أطيب دجاجة محشية ممكن نحضرها. والسلطة غير شكل، زدت عليها الفليفلة الصفرة، كنت ناسي يزيدهم. كل الألوان صارت موجودة بهالسلطة. حضرت لها جريك دريسنج. كل المعلومات اللي إلها علاقة بهالوصفة وبهالفيديو رح تلاقوها مكتوبة بصندوق الوصف بكل التفاصيل. بس تتشوفوا الحشوة من جوا، هيدا الرز الحبة واختها مثل ما هني بعدهم، اللحمة كتير مستوية منهنها تنهني. وجبة العيد صارت جاهزة، او بالاحرى اخدتوا فكرة واضحة عن غدا عيد الايستر، عيد الفصح. والسلطة بتجنن. شفتوا معي طريقة تحضير الدجاجة المحشية، من أشهر الوصفات اللي منقدمها على عيد الفصح. بهالمناسبة بحب لكم كل عيد وأنتم بخير. هابي إيستر، ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة. بتمنى تشتركوا بقناة سوهاز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سوهاز ديشز، تابعوني على إنستغرام. Please subscribe, like and share. Thank you very much. See you next time.